للحديث عن التطورات في سوريا وتركيا مع استمرار تداعيات الزلزال الذي ضرب البلدين، معنا من غازي عنتاب الصحفي المهتم بالشأن التركي الأستاذ عبد الله سليمان أغلو. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. الأتراك يتبرعون على الهواء مباشرة بأكثر من 6 مليارات دولار في غضون 7 ساعات فقط وعلى الهواء لصالح المتضررين والمنكوبين نتيجة الزلزال. ماذا يعني ذلك، هذا التفاعل الداخلي في تركيا، كيف تصفه؟ طبعا كان هناك تجاوب كبير، يعني مقطع كبير من الأتراك على كافة المستويات، إن كانوا من الحزب موالين للحزب الحاكم أو حتى من المعارضين، بدليل أن حتى التلفزيونات المعارضة للحزب الحاكم شارك أيضا في هذه الحملة، فكان هناك كبريات التلفزيونات التركية شاركت في البث المشترك في جمع التبرعات، آي تي في، فوكس، قناة سبعة، شو تي في، تيريتي واحد، تي في 8، وبقية القنوات والإذاعات، مئات من الإذاعات أيضا شاركت في هذه الحملة. طبعا كان هناك بث مشترك لجميع هذه القنوات، شارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين المشهورين في تركيا، كانوا يردون على الاتصالات الواردة من المتبرعين ويأخذون بعض المتبرعين على الاتصال المباشر. طبعا الحملة جمعت كما تفضلتم بأكثر من 115 مليار ليرة تركية، ما يساوي تقريبا حوالي أكثر من 6 مليار دولار. شارك فيها كثير من المؤسسات الحكومية، الجمعيات والمنظمات والنقابات والسياسيين ورجال الأعمال. يعني أذكر بعض التبرعات الكبيرة التي تم التبرع بها: بنك المركزي التركي تبرع ب 30 مليار ليرة تركية، صندوق تأمين الموضوعات التوفير ب 7 مليار، تركسيل شركة الاتصالات ب 3.5 مليار، ترك تيليكوم 2 مليار، خطوط الجوية التركية ب 3 مليار، بورصة اسطنبول تبرعت ب 2 مليار، أيضا بعض هناك رجال أعمال جينكيز هولدينج ب 3 مليار، تركيا سيغورتا ب 2 مليار، مجموعة بايكار للصناعات الدفاعية تبرع ب 2 مليار، مؤسسة الصناعات الدفاعية تبرعت أيضا ب 3 مليار. إضافة إلى ذلك جميع تقريبا معظم البنوك في تركيا أيضا شاركت في دعم هذه الحملة. بنك زراعة تبرعت ب 700 مليون ليرة تركية، هالك بنك ب 7 مليار، املاك قطلم ب 1 مليار، وكف قطلم ايضا ب 1 مليار. ايضا هناك النقابات شاركت كما قلنا، مامورسان الذي يضم معظم موظفي الحكوميين تبرعوا ب 10 مليون، كذلك هاك ايش نقابه عمال كبيره جدا ايضا تبرعت ب 10 مليون، بلديات ايضا تبرعت، بلديه توزلا تبرعت ب 7 مليون، باهتشلي ابلر ب 14 مليون، رجال اعمال كبار ايضا تبرعوا مبالغ ماليه كبيره جدا، قاليون هولدينج تبرع ب 950 مليون ليره تركية، اي سي واي تي كي مجموعة الألبسة تبرعت 200 مليون ليرة تركية، كوتون فلو ب 5 مليون، أيضا بعض السياسيين تبرعوا برواتبهم، حتى من أحزاب المعارضة، رئيس حزب المعارض كمال كلشتاروغلو، محرم إنجا، أميت أوزداغ، كثير من السياسيين تبرعوا برواتب لمدة شهر، وهناك من تبرع لمدة 3 أشهر، رئيس قبرص أيضا الشمالية التركية اتصل وتبرع ب3 رواتب، رئيس وزراء ألبانيا تبرع ب1 مليون يورو، رئيس الشؤون الدينية تبرع باسم وقف الشؤون الدينية ب 310 مليون ليرة تركية وب3 رواتب من رواتبه. فكانت هناك أيضا الأطفال الذين فتحوا مطموراتهم وتبرعوا ب وينقل ب 100 ب 200 ليرة ب 300 ب 400، حتى المتضررين من الزلازل هناك الكثيرين ممن تبرعوا في هذه الحملة. حقيقة تم جمع مبلغ كبير جدا، يعني 6 مليار دولار لا يستهان به، سيساهم بشكل كبير في إعادة الإعمار وإعادة المتضررين إلى بيوتهم بعد بنائها من جديد. نعم. إلى أي مدى أثبتت الحكومة التركية الآن أنها تعدت أو تخطت مرحلة الصدمة إلى مرحلة متقدمة، وهي مرحلة احتواء الكارثة، وخاصة بعد تحديدها بداية شهر آذار الشهر الثالث موعدا للإعمار؟ حقيقة الكارثة كبيرة جدا، يعني شملت 10 مدن، وتم ضم مدينة 11 إليزا مؤخرا إلى المدن المنكوبة. ربما في الأيام الأولى كان هناك تخبط إلى حد ما، وحجم الكارثة الكبير، وربما العدد كان غير كافي، لكن مع ورود الفرق المتطوعة من كافة أنحاء تركيا ومن دول الصديقة والدول الجوار، استطاعت تركيا خلال أيام قليلة تجاوز هذه الصدمة
وعملت فرق الإنقاذ على مدار 24 ساعة. حتى اليوم هناك أرواح تنقذ، اليوم تم إنقاذ شخصين بعد مرور أكثر من 250 ساعة على وجودهم تحت الأنقاض، وما زالت بعض الفرق تعمل لإنقاذ، بعض الفرق عادت إلى بلادها أو عادت إلى مدنها. منذ الأيام الأولى تركيا حاولت استفادة من المخيمات التي كانت سابقا مقامة لإيواء السوريين. هناك مثلا في عنتاب تم تأهيل مخيم إصلاحية، قرقميش نزب واحد نزب اثنين، في كلس أونجيبينار الليبيلة، في هطاي ألتونوز يايلدا، في شانلوفا جيلامبينار أبتقلعة حران سروج، في ماردين ميديات، في ملاطيا بغد بيضا، في عثمانية أيضا دوزجا أضنا، في صاريتشام. كل هذه المخيمات تم تأهيلها من جديد لإيواء المتضررين من الزلازل، وكذلك تم تعطيل المدارس وتم الاستفادة من بعض المدارس ومن بعض المؤسسات أو مباني الخدمات الاجتماعية، حتى بأن الجامعات أصبح التعليم عن بعد لغاية نهاية هذا الفصل، واستخدام السكن الجامعي لإيواء المتضررين من الزلازل. هناك تم إقامة مخيمات جديدة وخيم وكونتينرات جديدة في بعض الملاعب في بعض الحدائق. اليوم الوضع إلى حد ما مقبول جدا، لم يبقى يتبقى أحد في الشارع، كلهم تم إيوائهم في مخيمات تم تأهيلها أو في مخيمات أقيمت جديدا، وتم توزيع خيام إلى بعض المتضررين وإقامة خيام في أماكن قريبة من بيوتهم التي لم تتضرر. كيف تصف لنا ما يجري في سوريا من حملات لإنقاذ الناجين أو إدخال المساعدات لهم؟ يعني هناك أخبار تتحدث عن أن ما يجري في سوريا هو مأساة بمعنى الكلمة. حقيقة يعني كارثة بمعنى الكلمة من عدة نواحي، لأن بالأساس هناك بنية تحتية متهدمة نتيجة القصف المتواصل من قبل النظام طوال 12 عاما، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، معظم الموجودين في مناطق المنكوبة خاصة في شمال غرب سوريا هم بالأساس نازحون من مدن وبلدات أخرى، من حمص، من الغوطة الشرقية، من حماة، من بقية المدن، فلذلك الكارثة كانت مضاعفة. يعني لا توجد بالأساس، لا توجد هناك مأوى كافي، هناك الكثير من المخيمات العشوائية التي يتم العمل عليها خلال السنتين الأخيرتين لتحويلها مساكن دائمة وإلى مساكن ثابتة، لكن ما زالت هناك الكثير من الخيم تتضرر في مواسم الصيف ومواسم الشتاء نتيجة الظروف الجوية. بالأساس كانت هناك كارثة موجودة أصلا، فلذلك الزلزال أضاف إلى كارثة بعدا آخر. أصبح الكثيرين عدد النازحين بعد الزلزال حسب إحصائيات وحدة تنسيق الدعم 57 ألف إنسان نزحوا من أماكن إقامتهم نتيجة تضرر منازلهم بشكل كلي أو جزئي، وهناك ما زال مئات العالقين تحت الأنقاض لعدم كفاية الآليات وعدم كفاية فرق الإنقاذ لإزالة الأنقاض وإنقاذ الناس، فلذلك هناك حاجة كبيرة جدا. الأمم المتحدة قدمت 50 مليون دولار تقريبا، وقالت هناك حاجة إلى 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات خلال 3 أشهر القادمة فقط، فلذلك كان الله في عون الناس، وخاصة الظروف الجوية السيئة ودرجات الحرارة المتدنية خلال خاصة فترة الليل تضيف بعدا آخر، وربما تؤدي هذه إلى وفيات أخرى نتيجة الصقيع والبرد الشديد. من غازي عنتاب الصحفي المهتم بالشأن التركي السيد عبد الله سليمان أوغلو، شكرا جزيلا لكم.